وأكيد وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم. السؤال يقول: ما اسم الحساء أو الشربة اللي عملتها الشيف ضحى اليوم؟ اللي هي الحريرة. ها لا تلخبطوا، اصبري شوية. شوف ضحى المفروض في فقرة السؤال ما تكون موجودة معنا عشان ما تغشش المشاهدين. لا خليهم يفوزون. انت يعني قاعدة انا معهم. ايوه يفوزون. انت معانا ولا مع المشاهدين؟ لا مع المشاهدين. مع المشاهدين طبعا، احنا نبغى الكل ربحان، ودائما نذكركم في المشاركة بالإجابة الصحيحة من خلال الهاشتاج الظاهر أمامكم على الشاشة، اربح مع سوالف رمضان 4، وراح نعلن في حلقة بكرة في بدايتها عن أسماء وحساب حسابات 3 فائزين يربحوا جوائز قيمة مقدمة من كل من السيف جاليري، عيادات ألور، وكوبون مشتريات بقيمة 500 ريال مقدمة من دار أزياء فاطمة بالحداد. طبعا أشكرك شف ضحى على هالجمال اللي ما شاء الله قدمتي لنا. حبيبتي أهلا وسهلا. شكرا لك، وتسلم يدك. تسلم يدك مبدعة كالعادة. شكرا لك ريم على هالحلقة المميزة. ريم مو معايا أصلا، وأنا مع الشكر حقي ريم مع الحريرة. شكرا أنت على الإبداع والحرفة الجميلة، وإن شاء الله تاخذي تعليقات جميلة لأنك تستاهلي صراحة يا مها، يعني كان شيء مرة حلو. شكرا لكم جميعا. تعليقات حلوه على تويتر عشان بالضبط عشان تفوزون بكره، عشان ترى جوائز. تعليقات حلوه، ان شاء الله انكم راح تفوزون. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، واكيد نشوفكم بكره في نفس الموعد. نتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. في امان الله. الله.